السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا جديد النهاردة cup of tea. cup of tea what does it mean? okay, cup معناها كوب, cup معناها كوب, tea اللي هو الشاي. okay, لما أقول لك this is my cup of tea, هذا كوب الشاي بتاعي. ولما أقول لك this is not my cup of tea, يبقى ده معناه ان ده مش كوباية الشاي بتاعتي. ولكن cup of tea لما تيجي في سياق الكلام ما بيبقاش معناها كده تماما. cup of tea بيكون معناها something or someone I like or the type of things I like, معناها ان في شخص بحبه او شيء بحبه او نوعية حاجة انا بحبها. وخد بالك من الملحوظة دي, cup of tea في الغالب بتيجي بالنفي, not cup of tea, not my cup of tea, not your cup of tea. مثال, I know Sarah is a nice girl, أنا عارف إن سارة بنت جميلة, بنت طيبة, بنت لذيذة, but she's not my cup of tea, ولكن مش من النوع اللي أنا بحبه. Okay, one more, I like action movies, they are my cup of tea, أنا بحب أفلام أكشن, دي النوعية اللي أنا بحبها. يبقى نفتكر cup of tea I like, not my cup of tea I don't like. That's all for today, ده كل حاجة لنا النهاردة. أتمنى أن يكون إديم عجبكم إن شاء الله. أشوفكم المرة الجاية مع إديم جديد. keep tuning, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. have fun.